mi ce l'è. E la invertisco anche là. السلام عليكم يا كل زاسي يا كفان ناس يقولون إن سوق عري صدق ليه صدق قنبلة إنه قبل هاي هو رجال سكادة ده إنه كنت كرينه وانتي اللي نقول لي هاي أنتي هو رديء ده اللي بعيا وها لكن كم صدق عبر عشان بدي مركب وما يسترون العك يسين كاش نصي وربا ولا الله كم حينوت الله ما أدري إن شاء الله تعالى هوا شو أقصى بسنة روجا مرحبا بقول لي هو يلا ee oo muslim saaxiib keen ee komisaatiidu weeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqdigi rawaati rawaati maanta farq weyn baa u dhaxaya farq aan ka arkay kaas ee ku tugeelayna ayaa ino sameeyay farq ayo digay sidoo kale sheegay khair la siiye walaalkeen farxan baa boqol ilaa toban qof baynu baahanahay qayb duur kayna u tagayna qayb salaada laba baynu u tagayna inaga ilaa boqol ilaa toban qof meelaha aad ku baynu u baahanahay marka khan la koobiyay إن شاء الله تعالى إذا لك عدوي تأتي يا إنه لدي فريق الله قصور فريق الله قصور فريق حلقات قال لك كيف قالوا وهذا قصة يستو ومساجد كما صوع من رؤي الله سبحانه وتعالى درتي وهذا مساجد فرق بغط وكاف فرق بغط يالو ودرتي كل عبادة السنة يدخي وحكا لقنا يا إكو يريهم ربتي فايدة بغل مرة يا إكو يا وعلي جزاك الله خيرا we all have to be respect إن شاء الله جزاك الله خير ورقيها الله بركة يوصرها مقبولة مع ورقه الله بيك كلا كبيرة إلهي سبحانه وتعالى صدق مخبرا ما كهربه محمد عبد الله قبل قيسية وغادي انت سبحانه وتعالى الله ونوره نعم ترى الله كبت بريد من الله كيه أول قسمة تبت نسعوا بين الصفا والمروة والمشاعر المفضلات الله أكبر كلما رجع مذنب وتاب الله أكبر كلما آب عبد وأناب الله أكبر كلما وسد الأموات التراب الله أكبر ما وقف الحجاج بصعيد عرفات وماتوا بمزدلفة في أحسن مبات أحمده سبحانه على نعمه الجزار وأشكره على فضله الإدغار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له توحيد بأن أراه في المنام أنه يذبح بكره إسماعيل وهو ابنه وفلذة كبده فامتثل أمر ربه طائعا وخرج بابنه مسرعا وقال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى قال يا متى افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله قد روى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ما من عمل يعمله ابن ادم يوم النحر احب الى الله من اراقه الدم امه الاسلام الصلاه فانها عمود الدين الانسان عندما يترك الصلاه طيبا من اراك واحذروا الحسد فانه ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب واحذروا الغيبة والنميمة وضياء القبور فإنها تذكركم الآخرة ولا تغتروا بالحياة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ النساء ويذكرهن أيها المسلمات حافظوا على فرائض الله واحذروا من المشي والذهاب والإياب مع الرجال ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما وقال صلى الله عليه وسلم I was doing that.